Ringrazio il Centro Culturale Islamico di Saronno per aver ospitato questo fantastico concorso e questa fantastica premiazione. Ringrazio tutti voi presenti, ringrazio i dottori che ci hanno illuminato con queste fantastiche parole per il loro lavoro che hanno fatto per il Sacro Corano in questi anni in Italia. Vorrei presentarvi e vorrei lasciarvi ora con un ospite importante che è venuto a trovarci qua in Italia, un ospite che permettetemi di dire che abbia scritto e rivoluzionato la storia del lavoro umanitario nell'84. Vi lascio con l'intervento e il saluto da parte del nostro ospite d'onore, il fondatore di Islamic Relief Worldwide nell'84 a Birmingham. Quindi accogliete con me con un grande applauso il dottor Hani Al-Banna. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. جزاكم الله خير انكم دعوتموني ان اكون معكم اليوم لمده دقائق. وطبعا الحدث بتاع مسابقه نمو المسلمين في زياره ليا في ايطاليا كانت من 25 سنه. من 25 سنه كنا صعب ان نجد مساجد كمصليات صغيره جدا جدا في كل مكان من روما الى ميلانو الى اخره. الان الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على هذه المسابقة. أنا ليا مع القرآن كذا خبرة. كنت بعمل الدكتوراه بتاعتي وسقطت فيها، قصبت يعني. قصبت لأني ما عادش أكتب رسالة. يعني كتبت في مقدمة الرسالة كل آيات الخلق. ماء المهين، النطفة، العلقة، المضغة إلى آخره، أنا طبيب أصلا. ولم كتبت علشان ما اعرفش اكتب باللغه الانجليزيه. ولما ارادوا انهم يمتحنوني مره اخرى سالني احد المشرفين ما علاقه هذه الايات وهذا القران برساله الدكتوراه؟ قلت له انها كما قال الشيخ زنداني واجتهد الشيخ زنداني انها معلومات طبيه علميه وراسخه الى يوم الدين. فقال نعم اتركها. وكان بفضل القرآن الحمد لله أنني نجحت في الدكتوراه وانتهيت منها في سنة 91. سنة 91 أيضا ذهبنا إلى ألبانيا، يعني في نفس الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. خرجت 17 ديسمبر 91 من الدكتوراه، 25 24 ديسمبر كنت في ألبانيا في تيرانا عشان نفتح مكتب للإغاثة الإسلامية. تقابلنا مع كبير المساجين كان رجل كبير في السن وعزمناه على الغداء إكراما له، وهو خارج من فندق تيرانا بدأ يتمتم بكلمات لم نفهمها وبدأ يرتعش جسمه ويهتز جسده ويبكي، فما كنا نعلم ماذا يقول، ولكنه كان يقرأ الفاتحة التي هزت جسمه وإن كان لا يستطيع أن يقرأها بأي لغة من اللغات. وهذه هي ما خرج بها من الدنيا هذا في نفس الوقت اليوم 24 أو 25 ديسمبر عام 1991 سنة من 27 سنة. سنة 92 في أكتوبر نوفمبر كنا في كازاخستان، يعني ما بين ألبانيا في أوروبا وكازاخستان دول مستقلة من روسيا. ذهبنا في كازاخستان والتقينا برجل اسمه أحمد كان يعيش في داغستان لكنهم هجروه من داغستان إلى كازاخستان وهو شاب صغير في 16 من عمره. كان كل ما معه هذا الكتاب الذي كان يخبئه في الظلام لكي لا يراه أحد. كان حينما يصلي بالمساء يطفئ جميع الأنوار ويغلق الأبواب، وكان يدمتم بشيء ليس بقرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظه إلى أن رجع مرة أخرى بعد 30 أو 40 سنة إلى داغستان مرة أخرى. ها
هذه قصة القرآن مع هؤلاء الناس. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو باقي إلى يوم الدين. باقي إلى يوم الدين. باقي إلى يوم الدين. نحتفل اليوم بحافظة القرآن. ولكننا لابد أن نحتفل غدا بعلماء القرآن. حفظ من غير علم ما ينفعنا. لابد أن نحول أبنائنا وبناتنا وشبابنا إلى علماء في الحديث وعلماء في السيرة وعلماء في الفقه وعلماء في التفسير وعلماء في الأصول وعلماء في العقيدة وعلماء في التاريخ وعلماء في اللغة العربية. لماذا؟ لأن اللغة العربية أغنى اللغات في العالم. وجدوا أن فيها 12 مليون كلمة ومخرج. بعدها اللغة الإنجليزية 600,000، بعدها اللغة الفرنسية 160,000، بعدها اللغة الروسية 130,000. فأين نحن يا أمة العرب من لغة شرفها الله سبحانه وتعالى بأن كانت لغة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشرفها الله سبحانه وتعالى بأن كانت لغة القرآن الذي حفظه الله سبحانه وتعالى ويحفظه الله سبحانه وتعالى إلى يوم الدين. ولابد أن يكون لنا علماء من أبنائنا في اللغة العربية كذلك، وأصول اللغة العربية كذلك، ومتون اللغة العربية كذلك إلى آخر. أما المسجد وبيننا أئمة كثير، كتب فله رسالة دينية، رسالة أخلاقية، رسالة مجتمعية. ورسالة مجتمعية أولها كيف نزوج أبنائنا وبناتنا، وكيف نيسر في الأمهات بالذات، كيف نيسر على الشباب الصغير الذي يريد أن يتحسن فأن يتحسن. فلا نغالي في المهور ولا نغالي في أي شيء، ولكننا علينا تزويج البنات والأبناء من خلال تثقيف وتفقيه الأمهات والآباء بألا يغالوا في المهور. كنا أمس في ميلانو مش كده، وكان في 40 متطوع بنات بسم الله ما شاء الله وشباب بسم الله ما شاء الله يريدوا أن يتزوجوا. اشتكى لي أحد الشباب بأنه ليس معه المال الكثير ولكن عنده الرغبة في الزواج. فحصنوا بناتنا وحصنوا أبنائنا، ولا تغالوا ولا تغالوا ولا تغالوا أبدا في المهور. أذكر قصة زواج ابنة سعيد بن المسيب. كان له تلميذ من التلاميذ وغاب عن الدرس، وبعد أن أتى سأله لما غبت؟ قال زوجتي ماتت منذ يومين. قال له خلاص يعني تعالوا إلى آخره. وفي المساء سمع هذا التلميذ، سمع يا أمهات، الأمهات الأمهات اللي بيتكلموا عشان تجوزوا بناتكم، طرق الباب بتاع تلميذه. فالتلميذ بيقول من بالباب؟ قال أنا سعيد. لم يعرف من سعيد، ففتح الباب فلقى سعيد بن المسيب واقف أمام الباب. وطبعا التلميذ خبر من زيارة سعيد بن المسيب لبيت المتواضع. اسمعوا يا أمهات عشان تعرفوا تزوجوا بناتكم، عشان ما نندمش لما البنات تكبر ونقعد نطلبكم ونقول هنجوز بنات ازاي، ونتنازل في بعض الاحيان نزوج بناتنا لشباب غير اذقياء، لان قطار الزواج فتح. اسمعوا يا ازواج. فلما فتح الباب كان معه سعيد بن المسيب بالتابعين، كان معه ابنته، وقال له هذه زوجتك، زوجها بالقرآن، زوجها بالتقوى، زوجها بالعلم لتلميذ من تلامذة، ولم يشترط عليه أي مهر أو أي شيء على الإطلاق. فارتج الرجل وخاف، كيف وبيته ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. سمعيني يا أخوات اللي بتتكلموا، سمعيني سمع يا أختي اللي بتتكلمي، وكان بيت تلميذه ليس فيه شيء على الإطلاق. وصعد إلى سطح المنزل ينادي على أمه وعلى النساء، فأتوا النساء يجهزوا زوجة تلميذ سعيد بن المسيب قبل أن يدخل عليها هذا التلميذ. فطلبوا منه أن يخرج من البيت لمدة 3 أيام لكي يجهزوا البيت ويجهزوا العروسة ويأتي مرة أخرى. فرجع مرة أخرى ليجد زوجته التي لم يأخذ أباها مهر أو شبكة أو عفش أو شقة أو عربية
او وظيفه الى اخره. فدخل عليها فيما بعد ثم اراد ان يذهب. اسمعوا يا اخوات اللي بتتكلموا، يا اخوات يا اللي بتتكلموا عشان تعرفوا تزوجوا بناتكم، ما تبكيش بعد 20 سنه. فقال لزوجتي انا خارج من البيت. قالت له الى اين؟ قال لمجلس ابيك، يريد ان احضر الجلسه. قالت له اجلس، انا اعلمك ما سيعلمك ابي بي. فكانت عالمه وكانت فقيهه وكان ايسر ما فيها زواجها. اللهم ارض عن سعيد بن المسيب وعن تلاميذ سعيد بن المسيب وعن بنت سعيد ابنه الامام مالك رضي الله عنه. كانت تصلح وتصحح لتلامذه الامام احمد بن حنبل الامام مالك قال العلم. فحينما كانت تطرق الحائط او الباب كان يقول لتلميذه انسوا اعد مره اخرى، لانها لم تجيزك، لانها ما لم تجيزك. فاهتموا بالبنات واهتموا بالنساء كما نهتم بالشباب والرجال. هذه هي الضربه في عقول الشباب. انزلوا تركيا وشوفوا الشباب الذين بداوا يلحدوا، انزلوا اوروبا وشوفوا الشباب اللي بداوا يلحدوا. ما هي رساله المسجد؟ مع الالحاد، مع الشباب، مع النساء، مع الاطفال. المسجد يبني مجتمع، المسجد يبني ثقافه، المسجد يبني علم، المسجد يخرج شباب يسعون ان يكونوا علماء وفقهاء وقاده، ليس فقط في مجتمع الله صلى الله عليه وسلم. عندنا مشكله اخرى في ايطاليا، مشكله اللاجئين اللي جايين ناحيه سيسلي في الجنوب، عارفينها ولا مش عارفينها؟ على كل مسجد ان يجعل ولو شقه لعائله يتكفل بها. ايها الائمه وايها الاخوه وايها الاخوات، ولو شقه لعائله. وهناك مئات واولاد في العائلات تاتي، وشباب صغير ضائع ما دون ال 15 وال 16 وال 17 وال 18 من اعمارهم. كنت في زياره لليونان، وفي اليونان في 80,000 لاجئ من اليمن، من العراق، من اريتريا، من السودان، من فلسطين، من سوريا الى اخره. يعيشون عيشة سيئة إلى الغاية. من لهم ومن للاجئين الذين يأتون هنا إلى إيطاليا ولا نعرف عنهم أي شيء؟ ما إن نساء المسجد مع هؤلاء اللاجئين، وإن تكفل كل مسجد بأسرة واحدة أو بمجموعة من الأطفال الذين يمشون في الشوارع الآن في الطرقات، ولا نعرف لو قبل أهليهم أرسلوهم لكي ينجو من المشاكل السياسيه والاجتماعيه فيه. اختم واقول رساله المسجد الثقافيه، كيف نحبب الاطفال ونحبب النساء ونحبب الشباب في الدين، وان ييسر عليهم رساله الدين، ونحول هذه الرساله الى رساله مجتمعيه خدميه قيميه اخلاقيه. ببساطه البشاشة، وأن نجعل المسجد محضنا لكل شاب وشابة وكل امرأة ورجل وكل طفل وطفل. هذا هو دورنا كأئمة، وهذا هو دورنا كمسجد، وهذا ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يجعل المسجد هو المجتمع الجامع لأهل المدينة، والذي خرج منه ما خرج من صحابة وتابعين وتابعي التابعين وعلماء وفقهاء إلى آخره. أشكركم جميعا وجزاكم الله خيرا. واخرجوا وبعد أن نحفظ أبنائنا القرآن لابد أن نصنع منهم علماء في كل مجال، في كل مجال، في الأدب، في التاريخ، في الرياضيات، في العلوم، في السياسة، في الاقتصاد، في كل مجال، لكي يصبح المواطن المسلم يعني بنور ايمانه قادرا على ان يبدع داخل مجاله التخصصي. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.